مشاهدينا الكرام الميدان الأحميدان، وصلوا على النبي العدنان. من هنا من منطقة المقد، مديرية الشعر، محافظة حضرموت، لعبة جديدة وتحدي جديد مع أخي عمرو باشا رحيل. وكالعادة الشخص الذي يهزمك في كل ميدان يا حميدان ويقلب على خالد الميزان. نتعرف فريقي. لزيز أحمد مكافحة. لا صوت. لزيز أحمد مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب. اسمك كذا. عبد العزيز أحمد كرام المعلم. أيوه عبد العزيز مكافحة الإرهاب. لا أنا أحب. ها العلي بارك المعلم. يا سلام. محمد سالم صاطر. ها سلام عبد الله بن عروه. يا سلام. مبارك أبو صاطر. ها مبارك أبو صاطر. ها اصبحوا على خير قل لهم. سمعك. طيب سالم صاطر. سمعك. لا يسعيب جمعان. سمعك. عبد السلام المعلم. سمعك. محمد سعيد احمد مجدي. سمعك. سعيد محمد سعيد المعلم. قل لهم يرقدوا اصحابه. قل لهم يرقدوا. تحية للاصفر. سمعونا احلى تحية للاحمر. مشاهدينا الكرام تابعونا في الجولة الأولى. أعزائنا المشاهدين، المرحلة الأولى تقول أنه أربعة يسحبوا نفوسهم بالحبال والخامس يكون هنا. نبدأ بالفريق الأصفر ونشوف فريقك يا خالد. محسوب بالوقت. بالوقت؟ بالوقت نعم. أنت جاهز؟ بيمشوا على شكل ثمانية. ثمانية. أوكي؟ أوكي. جاهزين؟ يلا استعدوا بسرعة. يلا. مالك اجدا؟ حلو حلو. خالد وينه؟ خالد وينه؟ خالد وينه؟ خالد وينه؟ تسرع عينه. يا سلام عليكم. تحية للأصفر. المرحلة الأولى دائما لا دائما لا ثانية والثالثة فينا ثانية والثالثة فينا. يلا الشوط الأول الفريق الأصفر حسمها في خلال 25 ثانية. أما الفريق الأحمر أيوة ماله الأحمر ماله قطعها في خلال 28 ثانية. عادي عمرو وينه؟ خالد احب ابشرك انك بالجولة الاولى دائما فايز. يلا طيب. لكن الثانيه والثالثه يا خالد دائما تتربي مني. الان الجوله الثانيه نفس الجوله الاولى بس بدل ما هو واحد فوق الفرشه اثنين وفي هناك وثلاثه اللي بيسحبوهم ثلاثه بيسحبوهم وفي قصف عشوائي. قصف عشوائي. وهذه المرحلة بتروح لمين؟ لي طبعاً. أحمر والنبي صلوا على النبي. أحمر والنبي صلوا على النبي. سمعت؟ سمعوا. خالد وينه؟ أصفر والنبي. أصفر والنبي صلوا على النبي. أصفر والنبي. واحد. يلا. خليك ايوه يا وسط الحق
المشاهدين المرحلة الأولى دائما لخالد وأنا أعطي له هنا كذا كرما مني، لكن المرحلة الثانية 35 ثانية للفريق الأحمر و50 ثانية للفريق الفاشل. باقي شو؟ باقي مرحلة. باقي دوينو. الجولة الثالثة. الجولة الثالثة. الجولة الثالثة. أعزائي المشاهدين وصلنا للمرحلة الثالثة وهي 4 يسحبوا واحد من الفريق الثاني يدهب الشخص الموجود فوق السجاد. يلحقه بعد ما ينطلق. ويدهب الشخص. ويحاول يسقطه من فوق السجاد. خلاص. جاهزين؟ واحد مشاهدينا الكرام بنعيد اللعبة لأنه توقفوا مشوا إذا سقط تنتظروا له جاهزين واحد يا موقبوش واحد وبات معها خالد القبري. عظم الله اجرك يا خالد. عظم الله اجرك الفاتحه لروح المرحوم. اعزائي المشاهدين الجوله الاولى انتهت لصالح خالد. لكن الجوله الثانيه انتهت لصالح الفريق الاحمر اللي هو فريقي. لكن الجوله الثالثه كان بيفوز فيها خالد. بس لانه حناق ووصلت لاخر المرحله وانا على رجولي لما حاول يجارينا خالد القبري روح بكل حوادث وماتت رابعة ومات معها الميدان وعظم الله أجرك يا خالد الجولة دي حسمت لنا بالتعادل تعادلنا الجوائز برع يا خالد يا حيا تعالي بطومة تعالي يا فادي تعال المركز الجائزة مناصفة 130,000 للفريق الأصفر و130 للفريق الأحمر